اهلا وسهلا بيكم. يا ترى تربي جوز او تربي فرد واحد لوحده من البغبغاوات؟ لو ان انت طبعا عايز التفريق يبقى طبعا ده حاجه طبيعيه ان انت هتجيب جوز، انما لو ان انت حضرتك بتربي فرد واحد من اجل مثلا ايه التدريب، او من اجل ان هو مثلا ايه يتعلم الكلام ويبقى عنده القدره على يعني التدريب ومعرفه الحركات الكثيره جدا، يبقى الافضل ان انت تربي فرد واحد لوحده، لان الفرد الواحد لوحده هيتعلق بك. وطبعا الافضل ان انت تربي ذكر، يعني ان انت لو انت هتجيب مثلا الدره، هتجيب مثلا الكاسكو، هتجيب اي بغبغان كان، يبقى الافضل ان انت تربي فرد واحد لوحده، هيكون اكثر تعلقا بك. ليه بقى؟ لان طبعا احنا عندنا مثلا لو نضربنا مثل وقلنا ان انت لو انت مخلف وعندك ولدين اثنين، الولدين الاثنين هيلعبوا مع بعض، انما لما يكون ولد وحيد طبعا الولد الوحيد هيضطر ان هو مش هيلاقي طبعا ليه اخ ان هو يلعب معاه، فهيضطر ان هو يلجا الى اللعب مع امه او مع ابيه. يبقى بنقول ان الفرد لوحده هيكون اكثر قدره على الكلام، لان طبعا هيتعلق بصاحبه، وطبعا تقليد الكلام وتقليد الحركات بياتي اكثر لما الانسان بيكون بيحب واحد تاني. يعني الانسان لما بيكون بيحب صوت مثلا واحد بيقرا قران او صوت مغني فبيقلده لانه بيحبه. فكذلك البغبغاء لما يكون فرد لوحده بيبقى متعلق بصاحبه جدا، بيبقى متواصل مع صاحبه، بيحب يقلد حركاته، انما لما يكون معاه فرد تاني فبالتالي هيحصل ان هم ينشغلوا مع بعض، هيلعبوا مع بعض، فهو بقى مش فضيلك، هو بيلعب مع الايه، بيلعب مع زوجته او بيلعب مع الانثى الاخرى. فالافضل انت تربي فرد واحد لوحده لو انت هتربيه للتدريب، وعشان يبقى عنده قدره اكبر على الكلام. فرد واحد لوحده، والافضل انه يكون ذكر وليس انثى.